البرهان في إعجاز القرآن. الماء. كلما تقدم العلم، كلما استبان للإنسان حيوية الدور الذي يلعبه الماء في حياته وأهميته لمستقبله. وها هو عصر التكنولوجيا، كما يقولون، يقف حائرا أمام مشاكل الجفاف والتصحر ومستقبل مصادر المياه. لقد أشار الخالق العليم إشارات علمية معجزة ومتكررة تتعلق بالماء، فالماء أساس الحياة لكل الكائنات على وجه الأرض، الإنسان والحيوان والنبات، وفي أعماق البحار الأسماك والنباتات البحرية، وفي جوف الأرض البذور والجذور والبكتيريا وديدان الأرض، وفي عنان السماء الطيور والحشرات. فكل العمليات الحيوية داخل هذه الكائنات، كالتنفس وتمثيل الغذاء وامتصاصه والتناسل والإخراج، إنما تتم في وسط مائي أو رطب، كما قرر المولى عز وجل. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. المطر من السماء مصدر لكل مصادر المياه في الأرض، فهو مصدر الأنهار، ومصدر المياه الجوفية، ومصدر الينابيع. هذه الحقيقة التي لم يعرفها العلم الحديث إلا مؤخرا على يد بليسي عام 1570 ميلادية، سبق القرآن الكريم بها في هذه الآية: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. بينما ظل البشر حتى زمان قريب يتخبطون في مصادر المياه الجوفية ومصادر الأنهار التي ظنوها شيئا منفصلا عن مطر السماء، وحاروا أيضا في فهم حقيقة التعبير القرآني، وسادت نظريات هي أقرب إلى الخرافة منها إلى الحقيقة القرآنية التي أدركها البشر حديثا. المصدر الأول للمياه على وجه الأرض هو ما تكثف فيها عند نشأة الأرض وظهر على هيئة مسطحات مائية لمحيطات وبحار بدأت بها دورة التبخر والسحاب والمطر وهلم جرة، كما تنطق بذلك آيات سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ومن المعارف التي أشار إليها القرآن الكريم أيضا استحالة اختلاط مياه البحر بمياه الأنهار عند التقائهما في المصبات، كالتقاء نهر النيل بالبحر الأبيض عند كل من دمياط ورشيد، حيث كان يشاهد خط فاصل يرى رأي العين بين الماء العذب المحمل بالطمي وبين ماء البحر الأزرق، أو في أحوال أخرى عند التقاء نهرين مالح وعذب، كالتقاء نهري الكينج والجامونا في مدينة
الله أباد، والتقاء نهرين يسيران متلاصقين، أحدهما عذب والآخر ملح، بين مدينتي تشوتتغام ببنغلاديش وأركان ببورما. وكذلك عند التقاء بحرين مالحين، مثلما يرى عند التقاء مياه البحر الأحمر بمياه المحيط الهندي عند باب المندب. وترجع هذه الظاهرة إلى خاصية الانتشار الغشائي الأسموزي التي تدفع جزيئات الماء العذب إلى الانتشار داخل الماء المالح وليس العكس، عبر السطح الفاصل بينهما، الحاجز أو البرزخ كما جاء في الآيات، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ثم نوه الخالق العليم بحفظه للماء في هذا الكوكب الأرضي في دورة لا تنقطع، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وهذه حقيقة قد كشف العلم الحديث مغزاها، فلولا الغلاف الجوي وما فيه من آيات مبهرات ودورة السحاب والمطر لضاع الماء في الفضاء ولأصبح كوكب الأرض كبعض الكواكب الأخرى جافا قاحلا. ولولا طبيعة الأرض التي تسمح صخورها بتخزين المياه الجوفية في خزانات شاسعة في باطنها لتسرب الماء وذهب بددا في الأعماق. وفي هذا الصدد أيضا تجدر الإشارة إلى معجزة بقاء ماء البحار والمحيطات دون تجمد، إذ يطفو الثلج المتجمد فوقها فيحفظ بقية الماء من التجمد ويحفظ حياة الأسماك والأحياء البحرية وتستمر فيه الملاحة. ويرجع ذلك إلى خاصية وهبها الله الماء دون سائر المواد الأخرى، أن كثافته تقل بالتجمد لا تزيد كغيره، أي أن كثافة الثلج أدنى من كثافة الماء السائل. من حقائق العلوم أنه طول المطر يسبقه كما أشرنا تفريغ كهربائي في السحاب مصحوبا بالشرارة المعروفة باسم البرق. هذه الشرارة كانت كفيلة أيضا بإفساد الماء بتكوينها لحمضي النيتروز والنيتريك نتيجة لاتحاد أكسجين ونيتروجين الجو إلى ثالث وخامس أكسيد النيتروجين لولا المشيئة الربانية. ولعل ذلك تفصيل لقوله تعالى أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. والأجاج هو الذي يلدع الفم بمرارته وملوحته. ومن ناحية أخرى فإن دورة الماء بين البحار المالحة والبخار فالسحاب فالمطر تفصيل آخر لهذه الآية، فلو لم تتبخر مياه البحار بادئ ذي بدء لصار كل ما على الأرض في نهاية المطاف ماء أجاجا.